الحين خلينا نروح لفقرة خاصة اللي هي MBC أكاديمي، واللي نتعرف فيها مشاهدينا مع خليل على مواهب تم اختيارها هذا الأسبوع ضمن جولة الأكاديمية على مختلف مناطق المملكة. اليوم خليل من أي منطقة؟ والله هي منطقة أبها هاني، وفعلا هم مواهب مبدعة، لكن الحلو في الموضوع أنهم هم من سكان الرياض، وهذه ميزة يمكن أكاديمية MBC أنه يعطون المجال للجميع، وأن مناطق المملكة هي للجميع وليس حكرا على مثلا أبها أهالي أبها، لا، لأن حاطين تقريبا 8 مناطق، وهي طبعا ضمن جولات MBC أكاديمي في رحلة إبداعية حول المملكة، واللي أطلقتها بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه لاكتشاف واستقطاب وإعداد أبرز المواهب في قطاعي الإعلام والترفيه. اختتمت فعاليات محطة أبها ضمن مبادرة رحلة إبداعية حول المملكة بفندق سروات بارك أبها، اللي شهد شهدت الفعاليات إقبال كبير وواسع من المتقدمين والمتقدمات اللي بلغ تقريبا عددهم 150 في مختلف الفئات، وشارك في تجارب الأداء 127 موهوب من مختلف اختصاصات قطاعي الإعلام والترفيه، وبلغ عدد الفائزين منهم 14 موهبة. نورنا. ورحب معنا في الاستديو باثنين من المواهب الفائزة بأبها، مها العثمان وسطام السبيعي. يسعد لي صباحكم أول شيء، ألف مبروك مها. الله يبارك فيك يا رب. فوز مستحق ويعني نورتينا اليوم في الاستديو، وكلمينا كيف شاركتي في رحلة إبداعية حول المملكة. عرفين يعني عرفنا أنك أنت أساساً خضتي مغامرة من البداية وأنت في الرياض، كلمينا عن هذه التجربة. طبعاً قدمت الأبليكيشن، فجاني الإيميل أنه تم قبولي بتجارب الأداء وأنا بالرياض. للأسف ما طلعت عليه إلا في وقت متأخر، فما أمداني أحجز حتى طيارة ولا شيء، فقررت أني أشغل سيارتي وأمشي. الطريق كان جدا طويل للجنوب طبعا، ما كان في سيارة تسوقي ها؟ سيارة سلام. ما كان في طبعا كم ساعة؟ تقريبا 9 إلى 10 ساعات تمام، ولوحدي، ف كان طبعا ما في شبكة، محطات مرة قليل، فالحمد لله وصلت بالسلامة، سويت تجربة الأداء. هذا الحالة مشهد أكشن بما أنك أداء تمثيلي. الحمد لله، الحمد لله. ألف مبروك مرة ثانية، ومبروك كمان لك سطام. سطام يعني يعطيك العافية. الله يعافيك. وكمان من الرياض ما شاء الله. وكيف كلمنا عن هذه التجربة، إيش اللي وداك لأبها وكيف دخلت المسابقة؟ والله هي أول شيء مش تجربة، هي فرصة. وحبيت أستغلها صراحة، يعني خصوصا لما يكون في تعاون بين MBC أكاديمي وبين هيئة الترفيه، يقولوا لك تعال قدم لنا موهبتك وش عندك، هذا شيء كبير صراحة، خصوصا لما سمعت أن يكون في تعاون بين MBC وهيئة الترفيه، هذا شيء مرة حمسني أني أظهر أنا ما عندي، لأن فعلا أنا عندي شيء حاب أوصله للناس. والشكر موصول طبعا إلى أعمال مستشار تركي آل الشيخ وMBC والقائمين عليها. يا سلام. طيب كيف دخلت مشروع الخدع البصرية؟ والله شوف، هو ممكن في البداية حب وشغف في البداية تقريبا، وأنا عمري 8 سنين تقريبا، كنت أشوف مقاطع كريس أنجل على المقاطع، حتى أشوف كريس أنجل كيف مثلا يطير أو كيف يمشي على الموية أو كيف كيف كيف، فيجي التساؤل عندك مثلا هو كيف يسوي الشيء هذا؟ تقريبا بعدها بسنتين قررت أدخل هذا المجال، من عندها الله ملك الحمد، من ذاك التاريخ إلى هذا اليوم وأنا في تعلم مستمر من ناحية الكتب، من ناحية المحاضرات، من ناحية التدريبات، والله ملك الحمد. تقدر تطير الحين ترتفع؟ والله لو ودي ووصلت لما وصلت عليه هنا اليوم. طيب الله يعطيك العافية. وكمان ما يعني أنت كلها قصص، يعني كمان لما وصلت نتيجة الفوز أو الترشح، أنت كمان كيف كان شعورك وكيف عرفتي أو استقبلت الخبر؟ بصراحة كنت راجع على الرياض، يعني باقي على الرياض تقريبا ساعة، يعني أنا أديت تجربة الأداء وطلعت رايح للرياض ماشية خلاص. فقبلها تقريبا بساعة كذا وقفت بمحطة شوي كذا، قلت بريح ونام، قفت على سيارتي ونمت. فيوم صحيت أشوف الرسالة تم ترشيحك للفوز، أسكر الجوال أفتحه مرة ثانية. فرجعت الرياض، حجزت هالمرة حجزت طيران، الحمد لله رجعت، احتفلنا بالفوز. كانت يعني أنت في اليوم الأول كنتي صح؟ اليوم الثاني. الثاني ورجعتي للرياض؟ رجعت الرياض. طيب هو كان التتويج اليوم الثالث؟ لا، رجعتي على طول؟ أنا جيت اليوم الأول، وصلت الساعة 8 بالليل على أساس أني أسوي تجربة الأداء، لكن للأسف كان جدا جدا زحمة فما قدرت. شوف اللقطات هذه، أنت وسطام يعني وأنتوا في التتويج، يا سلام، يعني تتويج حلو الحمد لله وألف مبروك. لكن غريب أنك رحتي على طول، كان من إمكانك تنتظرين.
وبس هذا ايش نسميه؟ ما كان في ثقه يعني في النفس؟ ما كان ثقه، بس انه ما توقعت انه النتائج بتطلع على طول، عرفت؟ وكان خطا مني اني ما سالت حتى. الحمد لله يعني قد سويت اللي علي، ويكفي بس اني يعني طلعت قدام لجنه التحكيم وطلعت تبع ام بي سي اكاديمي والترفيه، فكنت سعيده جدا بهذا الانجاز. واحنا نوجه تحيه للقائمين على اكاديميه ام بي سي، الاستاذه جانا يماني والدكتوره علاء علوان وكمان لجنه التحكيم. لكن خلينا نتكلم بس كيف طورتي التمثيل، بما انك انت ما سبق انه مثلتي اساسا في تجارب حقيقيه. أعتقد زي تجربة أي سعودي بدت بالشغف زي السطام. كنا في المدرسة يعني نسوي مسرحيات صغيرة كذا، مشاهد تمثيلية، بعدها تجلس كذا قدام المراية تمثل تسوي كذا. بعدها المراية هذه طلعت مواهب كثيرة. بعدها كذا قدام مثلا تشوف موفي أو حاجة ويعجبك فتحاول تقلد عليها. دخلت مجال الإعلانات، بعدين الحين اتجهت للمسرح. يلا ان شاء الله الله يوفقك. اكيد نتمنى لك التوفيق. سطام، لما عرفت النتيجه كيف كان شعورك وكيف استقبلت هالموضوع هذا؟ والله الشعور لا يوصف صراحه، خصوصا لما يجيك لما تجيك رساله ترى مبروك تم ترشيحك، خصوصا لما تيجي المسرح وانت ما تدري اصلا انت فزت او لا، تسمع اسمك انك انت الفايز، ترى شعور جدا ما يوصف. فكان بصراحه من افضل اللحظات اللي مرت علي في حياتي. طيب ايش اضافت لك هذه التجربه سطام؟ والله شوف، هي أضافت شيء كبير، خصوصا الاكسبيرينس للشيء هذا. وبعد برضو لما تطلع على الستيج ترى تقدم على مسرح قدام، انا قاعد اشوفك وانت تتكلم، هذه لقطات لك؟ اي هذه لقطات لي. اي نعم. ايش كنت تسوي؟ لكن قاعد اسوي بس اكت سلايت اوف هاند عن طريق الكوينز. فيعني بس كنت الكوينز تاخذ من الهواء صح؟ اي نعم. اي نعم اخذ من الهواء. وتلوني لما اقول لك طير من شوي. يعني انا شايف اللقطات هذه شيء كويس. طيب يعني جهزت شيء مستقبل في المستقبل نهائيات الرياض؟ اي النهائي اصلا مجهز وخلاص، انا انتظر النهائي بس. يا سلام. أين؟ والله حلوه الثقه. طيب خلينا نتكلم معها يعني كمان انت ايش طموحاتك يعني المستقبليه؟ يعني على النطاق المحلي خاطري جدا امثل مع الاستاذ ناصر القصبي عبد الله السدحان. اكيد في طموحات ثانيه عالميه، بس خلينا شوي شوي نبدا. فالله يوفق ان شاء الله. جتك عروض مها جايه؟ إيه الحمد لله. عروض ايش؟ في فيلم سينمائي ان شاء الله شغالين عليه، مجموعه من الشباب باذن الله. كمان في مسلسل ان شاء الله قادم. جهزتي موضوع نهائيات الرياض؟ يس. السيناريو جاهز؟ اي الحمد لله. تشتغلين كيف الحين عليه؟ قاعده ادرب مع مخرج لانه هو بيكون اداء مسرحي. يا ويلهم. فان شاء الله الله يوفق ان شاء الله ويسر. نتمنى لك التوفيق مها. شكرا. ومبدعه ما شاء الله، ونتمنى لك التوفيق سطام. كلمه اخيره حاب تقولها سطام قبل ان نودعكم؟ والله حاب اشكر طال عمرك واشكر ام بي سي بعد برضه على هذه الاستضافه السعيده. طيب اتمنى لك التوفيق وكلكم شكرا جزيلا لمها وسطام.